خلينا ننتقل لأحمد أبو حماد لنشوف أكثر ونتعرف أكثر على المواضيع الموجودة معه. أكيد. نعم، صباح الخير كاتي، صباح الخير حازم، بنصبح عليكم مرة أخرى من محافظة عجلون وبالتحديد من دار نعمة، وهو أحد مشاريع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، تم افتتاحه في منطقة كفرنج عام 2018، وهو جاء بهدف دعم وتمكين المرأة الريفية من خلال العديد من المشاريع الإنتاجية والاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر من أبناء المجتمع المحلي. تضم هذه الجمعية العديد من المشاريع الإنتاجية والتنموية، من أهمها المأكولات والأزياء الشعبية، الحرف والصناعات التقليدية التراثية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الزراعية المميزة والاقتصادية. هذه المكان الرائع بكل ما فيه مناظر جميلة رائعة مميزة من كفرنج من محافظة عجلون. راح نتعرف أكثر على دار نعمة مع المشرفة العامة على دار أم قداد. نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وشرفتونا بمحافظة عجلون لواء كفرنجة. منصبح على أهلنا بوطننا الحبيب وعلى جلالة سيدنا، وتوجيه صباح خاص لسمو الأميرة تغريد اللي اهتمت بالمشاريع التنموية اللي بتخص بالمرأة. أنا اسمي وصال فريحات، مشرفة مشاريع مؤسسة الأميرة تغريد بمحافظة عجلون. طبعا هاي المؤسسة تبنت ومنذ البداية إنها تهتم بقطاع المرأة وبالأسر العفيفة وبالمزارعين وبكل الأسر الموجودين بمحافظة عجلون. في عندنا العديد من المشاريع الإنتاجية والتدريبية والصناعية الموجودة داخل لواء كفرنجة، من أهمها أهم مشروع عندنا اللي هو مشروع جهاز التقطير. هذا الجهاز بيشتغل على تقطير جميع النباتات الطبية والعطرية الموجودة بمحافظة عجلون اللي بتشتهر فيها، وتم شراء جميع النباتات الطبية من المزارعين حتى إنه نقدر نمكنهم اقتصاديا. طبعا في عندنا أهم مشروع ثاني بدعم المشروع المختبر التقطير اللي هو مشروع الوردة الدمشقية. مشروع الوردة الدمشقية تم استيراد الوردة الدمشقية من سوريا بناء على شتلات تمت الحصول عليها مؤسسة سمو الأميرة تغريد، وهي الشتلات تم زراعتها بأربع جرمات داخل محافظة عجلون، لكن البيئة المناسبة اللي كانت لهاي الشتلة كانت لواء كفرنجة. طبعا بقوم على الاهتمام بها أحد المزارعين الموجودين داخل المنطقة، وفرت عمل له، وفرت ثلاث فرص عمل داخل المختبر موجود عندنا، بقطر هاي المياه اللي كنا دائما نستوردها كأردن من خارج الأردن من سوريا ولبنان، وتم وجودها عندنا هون داخل لواء كفرنجة. اهتمينا بهاي الوردة، عملنا منتج جديد خلال السنة الحالية، تم قطف الوردة الدمشقية. طبعا بيتم قطفها بالسنة مرتين، بشهر 4 وشهر 5. الاشي اللي احنا اهتمينا فيه، فدايما مؤسسة الأميرة تغريد بتحب انها تكون هي الراعي والوافد لكل منتج جديد ومحدث. المنتج الجديد اللي انطلقنا منه من مشروع الوردة الدمشقية اللي هو تجفيف النباتات الوردة الدمشقية على ثلاث مراحل. طبعا الستات قطفها بكون أذان الفجر، الستات بقومن بجمع مع المزارع بجمع هاي النباتات والورود، بتم فصلها قطفها تنشيفها وتجفيفها داخل أماكن محددة ونظيفة بأشياء معقمة. بتم فصل هاي الوردة بعد تجفيفها على ثلاث مراحل. هاي الثلاث مراحل بتم تجفيفها، بكون البراعم لحال، الورد المفتحي لحال، والورق لحال. طبعا الشوائب بتم الاستفادة منها على اعتبار إعادة تدوير إلها، وبعد ذلك نقوم بتعبئة وتغلفة هذا المنتج وإرساله إلى عمان حتى إنه تساهم السيدات في منحن بعض الأشياء الجديدة والمنتجات
المنتجات الجديدة اللي بتشتهر فيها محافظة عجلون. عندنا مركز رئيسي بيهتم بالمرأة وقطاع المرأة والأشقاء السوريين اللي الظروف الصعبة واللجوء السوري اللي تم داخل الأردن. اهتمت مؤسسة سمو الأميرة تغريد بالتدريب لسيدات المجتمع المحلي من خلال نسبة من السيدات الأردنيات مع نسبة من السيدات والأشقاء السوريات اللي هو مشروع التصنيع الغذائي. التصنيع الغذائي اللي بيهتم بكل المنتجات من خضروات وفواكه داخل المحافظة بيتم تجفيفها وعمل المربيات وصناعة الملبن. طبعا الملبن كل الناس بتعرفه عندنا اللي هي الخبيصة، الخبيصة اللي كانت تشتهر فيها محافظة عجلون اللي هي خبيصة العنب، لكن مؤسسة سمو الأميرة تغريد اهتمت بالخبيصة بإنتاج نوعيات جديدة من المحافظة. انطلقت من كفرنجة اللي هي خبيصة الرمان، الجريب فروت والبرتقال. طبعا المركز اللي موجود داخل كفرنجة ساهم كثير بتدريب هؤلاء الستات وأخذ المنتجات الموجود عندهم حتى تمكن هؤلاء السيدات من الدعم الاقتصادي. بيت نعمة من أهم المشاريع الإنتاجية والسياحية اللي احنا بنحتز وبنفتخر فيها، بتقدم جميع الأكلات والمنتجات والطبق الرئيسي اللي بتشتهر فيه محافظة عجلون. كل الشكر لك وصباحك سعيد. الله يسعد صباحك يا رب. المشاهدين راح نشوف أيضا الأستاذ مروان العنان وهو أحد المستفيدين من هذا المشروع. أقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير ويحياك والله يا ميت مرحبا بيك وبكفرنجة في منطقة تمشير في بدار نعمة. أنا صاحب المزرعة مروان عنان به، مؤجر المزرعة على دار نعمة لمؤسسة سمو الأميرة تغريد، وهاي المزرعة مؤجرة واستفدنا منها إحنا من مشاريع كثيرة فيها شايف علي، وكانت للمجاورين استفيدوا العائلات المستفيدة من المجاورين منها شايف علي، ويعني وتحسين الوضع الاجتماعي للجميع المنطقة خلنا نقول. وبنفتخر وبنعتز احنا بسمو الأميرة تغريد اللي عملت المشروع هذا هون بمنطقة كفرنجة يعني، وكان من أحد المشاريع المميزة بكفرنجة، وكم تحويل المشروع هذا إلى منتجع سياحي لتقبل جميع القروبات السياحية اللي عنده هنا شايفه. نعمل يعني في من كل العمليات الحرفيات والأكلات الشعبية القديمة والعمل التراث القديم نحافظ عليه، وإحنا بنقدم كل الشكر يعني لجميع المؤسسة وجميع العاملين على هذه المؤسسة للمشروع هذا. كل الشكر لك وصباحك سعيد. طبعا مشاهدينا كما قالت أم قداد المشرفة العامة على هذا المشروع من أفضل المشاريع الموجودة في محافظة عجلون، مشاريع إنتاجية رائدة مميزة، كمان بتساهم هذه المؤسسة بتسويق جميع منتجات السيدات في هذه المنطقة وبتعرف الناس على هذا الإنتاج الرائع لسيدات أردنيات ريفيات في محافظة عجلون. رح يكون معنا سامر فرحات حتى يعرفنا أكثر على المشاريع المستقبلية لهذه الدار وهذه المؤسسة. أهلا وسهلا فيكم ببيت نعمة. طبعا أنا سامر فرحات مشرف التدريب إن شاء الله بمشروع نعمة هم بيت نعمة بعجلون. طبعا عندنا خطط مستقبلية كثيرة، أولها رح نكون نعقد دورات لستات بصناعة القش، بعمل الفسيفساء، ببعض الصناعات مثلا مثل التغليف. رح يكون هدف كبير إن جمع الفواكه الموسمية بمنطقة عجلون وتجفيفها لتصديرها لدول خارجية ولتقديمها بشكل ممتاز. أيضا في عندنا فواكه برية مثل الجيجاب مثل البطم، أيضا عندنا هدف لهذا الشيء. عندنا راح يكون إن شاء الله مسارين سياحيين، واحد مسار البساتين اسمه والثاني مسار الغابة القصير. أيضا راح يكون إحنا هنا أيضا ببيت نعمة عندنا استعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الضيوف ورواد المكان. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. طبعا مشاهدينا قبل ما ننهي وجودنا في هذه المنطقة وفي هذه الدار بدي أصبح على سيدات أردنيات نشميات دائما موجودات بالخير في كل مكان بأردننا الحبيب. بس أعطيني مجال لو سمحت. صباح الخير، تعرف عليكي؟ صباح الخير. تعرف عليكي؟ كفرنجي. طيب بدي أحكي هيك كلمة صباحية لجميع المشاهدين اللي بيشوفونا، وكيف استفدت من دار نعمة؟ كيف استفدت من دار نعمة؟ مستفيدين هون جار علينا أمن منطقتنا هاي هون كلها هيك. سوق لمنتجاتك من خلالهم؟ إن شاء الله. طيب هيك شو بتحكي لنا كلمة صباحية؟ والله أهلا وسهلا بكم.
نعم كل الشكر لك. شكرا لكم ان شاء الله. نعم كل الشكر. طبعا انا لازم اتذوق يعني خيرات كفرنجة ما شاء الله تبارك الله، يعني اشياء جميله ولذيذه. كمان بدي اشوف ست هون. صباح الخير، يعطيك العافيه. صباح الخير اميت. هلا. تعرف عليكي؟ ام شادي شويات. ام شادي شو بتعملي؟ بخبز فطاير قاعده. شو بتعملي، سبانخ ولا زعتر ولا ايه؟ زعتر بعمل. كنا شو استفدتي، كيف استفدتي من الدار بترويج وتسويق منتجاتك وايضا ساهمت بايجاد مشروع ومنتج ثابت لك؟ والله الواحد استفاد انه صار يعمل فطائر يسوق وبيع زي هيك. نعم كويس، يعني كل الشكر للدار نعمه وسمو الاميره تغريد لما منحتنا الفرصه هاي انه الواحد يسوق منتجاته وكمان يتعلم يعني انه يعمل شغلات. نعم كل الشكر لك. الله يسلمك يا الله وشكرا. طبعا مشاهدينا كمان بنصبح على جميع الموجودين معنا في هذا المكان، بنصبح على ست منار كمان ما قصرت من مؤسسة ست الأميرة تغريد للتنمية والتدريب اللي قامت بإيجاد هذا المكان الرائع دار نعمة في هذا الموقع الجميل لحتى تساهم في تحسين المستوى المعيشي العديد من السيدات والأسر في هذا المجتمع الراقي في كفرنجة في محافظة عجلون. طبعا مشاهدينا راح نروح الآن للقطات جميلة ورائعة ومميزة من محمية غابات عجلون. بتمنى يكون صباح جميل للجميع، وبعد قليل إن شاء الله راح نطل عليكم من قلعة عجلون. وصباحكم سعيد مرة أخرى، ويعني إن شاء الله لقمة هنية على الصبح، وصباحكم سعيد مرة أخرى.